بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحب أحدد بعض النقاط وإن شاء الله تعالى ننطلق من منطلق شرعي. يقول رب العزة جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. نقطة البر والقسط. البر تقديم خير، يعني حتى لو انت ما تقدم لكش تقدم. البر تقديم خير، البر معاملة طيبة، البر ان تعامل بالخير دائما، البر ان تزدي المعروف. البر دائما بيدفع المسلم دفعا انه يقدم الخير سواء للمسلم او لغير المسلم، فهذا امر امرنا به رب العزة جل وعلا. القسط عدل، عدل على الظالم وعدل على المظلوم. حتى لو ظلمت امرك الله تبارك وتعالى بالعدل، الا تظلم من ظلمك بل تقسط معه، يعني تطلب منه حقك وتاخد منه حقك وكفى، ما تاخدش منه زيادة عن حقك وهكذا. الامر الاخر اللي احب اتكلم فيه نقطة هذه الثورة التي نحيا في ظلها في هذه الايام. ممكن لو ما كانتش قامت الثورة ما كناش نعرف نقعد القعدة اللي احنا قاعدينها دي. هذه الثورة المباركة قام بها ثلة من شباب مصر كان لا يشار اليه ابدا الا على انه شباب ضائع. كتير جدا من الناس تبص للشباب دول انه شباب ضائع، قاعدين 24 ساعة قدام النت وهكذا والفيسبوك والكلام ده. لا، اثبت هؤلاء الشباب ان المصريين بكل اطيافهم ما زالوا قوة فاعلة ينظر اليها كل العالم، بل ان هذه الثورة حركت الكثير من المياه الراكدة. حتى في الصين بعد ما حصلت ثورة في مصر بيفكروا ان هم يعملوا ثورة على النظام الشيوعي الظالم الذي يشم على صدورهم. فالمصر حركت العالم. فالمطلوب مننا اخواني في الله تبارك وتعالى، المطلوب مننا جميعا ان نكون على قدر المسؤولية. المطلوب مننا ان نكون على قدر المسؤولية. احنا مسؤولين عن دين، مسؤولين عن وطن، مسؤولين عن ناس. اي دم يهدر سواء اذا كان دم مسلم معصوم او دم نصراني معاهد او ذمي في رقابنا امام الله تبارك وتعالى، هتحصل مشاكل ولا مش هتحصل مشاكل؟ لازم هتحصل مشاكل. الاخ مع اخوه بيحصل بينه وبينهم مشكله، صح؟ المسلم مع المسلم بيحصل بينه وبين المسلم مشكله، صح؟ المسلم مع النصراني هتحصل معاه مشكله، مفيش حد مش هتحصل بينه وبين اخوه مشكله، صح ولا لا؟ الناس ما بتردش ليه؟ نتفاعل مع بعضنا. طيب المطلوب مننا ايه؟ نتعاون. اي نكون على قدر المسؤولية. لما تيجي تحصل مشكلة نعمل حكم. الحكم دوت لا يميل لأي طرف من الأطراف. حتى لو كان الطرف ظالما. ونستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ايه؟ ظالما أو مظلوما. مظلوم وعرفناها، طب ظالم؟ ترد عن الظلم بتاعه وتدفعه دفعا انه ينزل على ايه؟ على الحق. لو مسلم ظلم نصراني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، ارد المسلم بالحق واجيب حق النصراني. كلنا عارفين قصه سيدنا علي مع مين؟ مع اليهودي. يهودي وحكم القاضي على امير المؤمنين عليه بان يرد حق اليهودي اليه، اللي كان اصلا اليهودي بيحاول يدعي بيه على سيدنا علي، وكان سيدنا علي هو صاحب الحق. بس البينه كانت مع مين؟ مع اليهودي. قصاد مين؟ امير المؤمنين، اعلى سلطه في الدوله، مفيش فيها افصال. ديننا يقتضي مننا ايه؟ القيام بالقسط والعدل. الحق يرجع لاصحاب، صاحبه يهودي، صاحبه بوذي، صاحبه اي ديانه في الدنيا، الحق يرجع لمين؟ لاصحابه، حتى لو كان الحق دوت على اكبر راس في الدوله. فهذه مسؤوليتنا امام الله تبارك وتعالى. اذا جار نصراني على مسلم ارد النصراني بالحسنى واعطي حقه لمين؟ واعطي الحق للمسلم صاحب الحق. المهم الشاهد من الكلام القسط والعدل يا اخواني. تاني حاجه مطلوب مننا من ضمن مسؤولياتنا اللي احنا نتابع الحدث جيدا. ما ناخدش الخبر اللي بيوصل لنا من جورنان او من تلفزيون الا لما نمرره هنا على العقل السليم الواعي المرتبط بالوحي ونحلل هذا الخبر.
لا نندفع اندفاعا. دايما وسائل الاعلام بتؤول او بتحاول تكسب عقل اللي قصادها او مخه او كذا عن طريق ايه؟ بعض التحابيش اللي بتحطها على الاخبار. فتنة طاحنة من الممكن نعملها الاعلام. من الذي سيعد هذه الفتنة؟ اصحاب العقول السليمة المستنيرة يعدوا اي فتنة دايما. جالك خبر بص فيه كويس. حصل كنيسة اتحرقت، كنيسة وقعت، كنيسة كذا، مسجد اعتدي عليه. تثبت يا ايها الذين امنوا ان جاءكم ايه فاسق بنبأ فايه فتبينوا. وفي رواية في قراءة اقصد فتثبتوا. يبقى احنا مامورين بالتثبت وبالايه؟ وبالتبين. ندور اصل الخبر جاي منين؟ من جهة موثوق فيها ولا من جهة الاصل فيها انها بتكذب؟ اصل الخبر صحيح ولا باطل؟ الخبر ده ما قاله ايه؟ يا ترى نبص ليه ازاي؟ نبص ليه اللي احنا نندفع اندفاعا ناحية الخبر دوت حتى لو كان هيؤدي الى فتنة؟ ولا اللي احنا نتريث وننظر ونكون في مقام الحكم؟ ما تخليكش في مقام المفعول فيه او المفعول به، خليك دايما في مقام الايه؟ الفاعل. واحنا بنتكلم لغه عربيه لما نيجي نتكلم في الكوره نتكلم على الحكم. فخليك دايما في مقام الفاعل، انت تفعل الحدث، ما تبقاش مستني لحد ما الحدث يحصل وتبقى انت تعمل ايه؟ تعمل رد فعل على الحدث. لا، انت فاعل، انت انسان ايجابي، انت انسان دائما في عمل وفي حركه. شهر يا اخواني يبقى مسؤوليه، مسؤوليه القيام بالقسط. مسؤوليه ثانيه ان انا اتثبت من كل خبر حتى لا اقع في فتنه او لا اوقع الناس في فتنه او لا يترتب على تحركي اهدار اي نقطه دم لاي انسان دمه حرام. في نقطه اخيره بس احب اتكلم عليها ونحن في هذا الاجتماع دائما، والكلمه دي انا قلت قبل كده يعني في معرض كلامي ان ممكن تحصل بعض الخلافات. لازم يا اخواني دائما يعني نتعاون في المسائل المشتركة فيما بيننا. كل الناس بتتقاطع في المصالح ولا لا؟ لازم بيني وبينك يبقى في مصلحة متقاطعة في النهاردة او بكرة او امبارح او الشهر الجاي او غيره. فما نقطعش حبل الود بيننا وبين بعض ابدا مهما كان الخلاف فيما بيننا. هتقول لي بقى في اختلافات بقى، شخص وطني، شخص قومي، شخص اسلامي، شخص نصراني، شخص يهودي وكذا. من اليهود منصفون، كلنا او بعضنا يسمع عن كاتب يهودي اسمه نعوم تشومسكي. الراجل ده راجل محترم جدا على الرغم من انه يهودي، ويهودي امريكي ولكنه ليس صهيونيا. ده هذا المثال ونماذج اخرى وامثلة اخرى. ايه المانع اللي انا اتعامل وادعمها واخذ منها دعما حتى ادعم قضيتنا في فلسطين او قضية المسلمين في امريكا او غير ذلك؟ في اناس يختلفون عني في الدين ولكنهم منصفون. لا اتعامل مع المتطرفين ولكن اتعامل مع المنصفين. طالما ان مصلحتي اللي هي مصلحة ديني تتقاطع مع اناس اخرين، ان انا احافظ على هذه الايه؟ المصلحة. طب هيحصل بينا خلاف، خلاف في الرأي، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. يحصل بينا خلاف ممكن في بعض الكلام، في بعض المواقف، ممكن نكون في مؤتمر زي ده وواحد مخالفني في كلام. يا ريت اللي بيخالف ما يقومش ويتهجم ويتكلم ويتهكم لا يعني ولا يسخر ولا يتهجم ولا كذا. بالحسنى نتفاهم فيما بيننا. لو انا مخالف حضرتك برضه بالحسنى نتفاهم. والله لو تفاهمنا فيما بيننا بالحسنى مهما اختلفت الاراء فيما بيننا سوف نصل الى وطن نخدمه والى دين نخدمه نستحق به باذن الله رضوان الله تبارك وتعالى. اخر كلمه خالص هقولها، حب هذا البلد اذا احببناه واذا كان في شغاف قلوبنا لن نخرج بحب هذا الوطن عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام هو وخرجينه من مكه ويذهب الى المدينه استدار قائلا، طبعا الكلمه كلها مشهوره، والله لانت احب الارض ايه؟ الى الله والي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. مش عيب ان احنا نحب وطننا، مش عيب ان احنا نحسن صحبه المسلم وغير المسلم، مش عيب ان احنا نحب اخواننا
في كل مكان، سواء اذا كان مسلم في امريكا او في روسيا او في غزه، مش عيب ابدا 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 ان انا احب انسان مخالف ليا في الراي او مخالف ليا في المصلحه او في كذا. لماذا؟ لكي نقيم وطنا ناتي به امام الله تبارك وتعالى، وليس علينا دم في رقبتنا، وليس علينا مظلمه لاحد في رقبتنا، وليس علينا اي شيء امام الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان نكون جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.